استاذ وليد. تفضل استاذ مصطفى. حفظك ولد. شنو اشكالك عزيزي على حضرتك؟ سمعته، حضرتك سمعته، مش لازم اعيده. ما يعني سمعت عن موضوع الحلقة على التربة والتر نعيد من الاول، يعني ما فيش مشكله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كل اعضاءه على التراب، ولا بس كان بيحط جبهته على التراب؟ يعني هذا السؤال من منظور سني او من منظور شيعي؟ يا عم رده باي مصيبه، بس رده. استاذي، استاذ عزيز، استاذ ولي، بالنسبه للتربه احنا كشيعي نصلي على التربه على اساس روايات عن اهل البيت سلام الله عليهم من خلال النبي، النبي القران قال وجعلت الارض لي مسجدا وطهورا. ماكو روايات عن يعني مطلع بالسنه وبالشيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القران ايه؟ لا مو النبي، اقول لك القران وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. دي ايه في سوره المصففه. القران في القران الكريم. ايوه احنا ايه المصففه. انا شايف حتى علماء السنه الشيخ عثمان الخميس يقول ماكو مشكله انه نصلي على التراب او على بعض النباتات، اوراق النباتات ماكو مشكله. يا باشا انا بكلمك انت الان، انا بكلمك انت الان الان، ما بتكلمني ان الشيخ عثمان الخميس قال يجوز. ما احنا عندنا يجوز، يجوز الصلاه على التراب، ويجوز الصلاه على السجاد، ويجوز الصلاه على الحصير، ويجوز ويجوز، ده خلاص مفرغ منه. لكن انا بكلمك دلوقتي، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل الصلاه كان كل جسمه على التراب، ولا جبهته بس؟ الجبهه بس. الجبهه اي نعم. طب اتفضل ادينا الدليل. يلا يعني انت تتخيل النبي، والنبي هو سيد النظافه، يصلي على التراب، يعني كل جسمه على التراب، يعني هو سيد النظافه، يعني هو سيد النظافه، حط جبهته على التراب وما تبقاش نظافه لو حط ايده على التراب. كل جسمه عزيز. شكرا ليك. كل جسمه يخلي. احشي بعيد لو سمحت، لو سمحت احشي بعيد. سورة المصففة. أقول لك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في القرآن. الله المستعان. أي والله. وبعدين أساسا لو النبي كرم الله وجهه مثلا زي ما بقول، يبقى أساسا الأصل في حفظ الوجه، يعني ممكن يحط ايده في التراب. يعني ما كلنا بنستعمل ايدينا في التراب، ايدينا مش عارف ايه، ايدينا في الايه، في ايه، في ايه، في ايه. يعني يقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ما يحطش ايده في التراب، لكن راسه يحطها في التراب. الله المستعان. ويجي يقول لك واحد تشيع.